السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراحل الثلاثة من المجد الغابر اللي هو في المملكة المفقودة، هل أنت أو مملكتك تلعبونها بطريقة سليمة واحترافية؟ المرحلة الأولى معروف أن مرحلة التبرع بالموارد حتى إقفال الهدف، لكن أحياناً والله أتساءل ليش في ممالك كثيرة يعني تستعجل بالتبرعات ومن حسابات مزارع، ليش ما تخلي مملكتك تلعب هذه المرحلة على الهادي؟ يعني كل ما جمعت صناديق كل ما كانت حقيبتك أقوى كثرت، وهذه تعتبر أفضل وسيلة لجمع نقاط الحرب. في ممالك من تصنيف السي والدي أيضا، يعني اللي أساسا ما عندهم نشاط كبير غالبا، فهم اللي فعليا يستمتعون بهذه المرحلة، فلا تتحسفون أبدا أنه متى نخلص، لا لا بالعكس خليها على الهادي، خذ راحتك مرة تماما مع هذه المرحلة. المرحلة الثانية هي البربر، وانتم عارفين ان في انجازات عندنا بالمملكة المفقودة اللي هو ضرب البربر وحصون البربر، في عدد معين تضربهم وتاخذ الجوائز، فالمفروض انك ما تستنشط وتقوم بانهاء هذه الانجازات بسرعة، الا متى؟ الا وقت المرحلة الثانية حتى تاخذ الصناديق وتقوم بتقوية اللي هو الحقيبة. انا ادري ان في ناس حابة تستغل الوقت وتجمع اللي هو الكريستال من البربر، حصون البربر ايا كان، لكن دائما اختار الوقت السليم اللي راح ترفع فيه نشاطك مع البربر وحصون البربر، تمام؟ فهل أنت كلاعب يعني حريص على هذه التوقيت تحديداً، أو أنك يعني مخليها سايبة على ما قالوا؟ صراحة من الأشياء اللي أستغرب منها فعلياً بالذات المصنفات، أنهم يتبرعون في المرحلة الأولى بمزارعهم بشكل يعني جنوني، إلا من رحم الله من المصنفات طبعاً، بالعكس استغلها أحسن استغلال، وهذه نصائح بسيطة يعني راح تسوي فرق كبير بالحقيبة عندك. ترى هذا يعتبر نوع من الاستثمار على البربر، حصون البربر في المملكة المفقودة طبعا، واللي راح يعود عليك بماذا؟ بجمع التسريعات في المقام الأول اللي هو هدفك كفري تو بلاي يعني تحديدا. فهذا موضوع مهم حبيت أني أتكلم عنه بحكم أنه كان في نقاش على الديسكورد في أحد السيرفرات البارحة طبعا، اللي هو يعني عن هذا الاستغلال اللي هو الأوقات هذه تحديدا، و كان المحور عن نقاط الحرب بشكل عام، فقلنا نستغل هالفرصة ونثقف اللي هو اللاعبين المستجدين تحديدا. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.